الكلمة وتأثير الكلمة، والكلمة تبدأ تكون شعر، هي كلمة. يعني كيف بقى يأتون أصحاب الكلمات؟ البداية بتبقى عاملة إزاي لما شاعر أو شاعرة كبيرة؟ بتبقى البداية من الصغر، بتبقى البداية من تأثر من العيلة، من الأصدقاء. إزاي بتبقى البداية عاملة إزاي؟ وعشان تقدم أغاني، خصوصا الأغاني اللي أحيانا كمان بتبقى جاية من فولكلور أو تراث، يعني معناها كمان أنت مش بس لازم تكتب، أنت لازم يكون عندك ثقافة كبيرة جدا وثقافة عامة علشان تأتي الكلمة في مكانها الحقيقي. خلينا نكمل كلام مع الشاعرة الكبيرة كوثر مصطفى وهي في ضيافة التاسعة. مساء الخير. مساء الخير عليك يا أستاذة. منورانا. ربنا يخليكي. يعني بجد أنا ببقى سعيدة جدا وعارفة كمية الأعمال، إحنا عرضنا كده كليب، لكن عارفة إن أنت عندك أعمال كتير جدا اشتغلتي عليه. البداية كانت إزاي معاكي؟ كلمينا. البداية خالص يعني بداية ما اشتغلت ولا لا؟ يعني انا عارفه بداية ما اشتغلتي كان مع الرائع خيري بشارة، لكن البداية انت ايه اللي خلاكي تبداي تكتبي وتروحي للشعر واللغة العربية انا هقول لك. هي البداية من وانا صغيرة خالص كانت مع الوجع. انا مولودة في حي شعبي فقير، حي الدرب الاحمر، وسط ناس كلهم بسطاء، كلهم بيعانوا. ده حي شعبي غني. غني الدرب الاحمر ده غني بالاثار بالتاريخ طبعًا. وبالثقافه بس الناس بسيطه وحياتهم طبعًا. بسيطه وفيها معاناه. مع المعاناه بتاعه الناس اللي حواليا ومنهم اهلي، انا اتولد جوايا شعور بان انا عايزه اعمل حاجه. عايزه اعمل حاجه للناس دي، عايزه اخفف عنهم باي شيء. ولو حتى بكلمه. فبدات اكتب يعني خواطري، احاسيسي، اللي عايزه اقوله لهم. وكبرت وكبرت معايا الحكايه لحد ما اتقابلتي مع المخرج الكبير خيري بشاره. كان في الفيلم بتاعه وعملتي اغاني الفيلم وبعد كده مع يسرى وجات الحراره اللي احنا شفناها، كانت اغنيه من ضمن اغاني الفيلم. البدايه كانت سهله معاكي؟ خيري بشاره كمان مخرج يعني دقيق وتفاصيل دقيق واستاذ كبير وحد طبعا. وهو بيشتغل عمل دايما عنده يعني زي ما يكون فتح مختبر كده، هو عمال يجرب يجرب المشهد ده، يجرب الغنوة دي بالطريقة دي، لا ممكن لو بطريقة تانية احط لها تصور تاني يبقى أفضل. فأنا كنت معاه لمدة سنة كاملة بنعمل أغاني الفيلم. أي فكرة كانت بتخطر على باله أو بيبقى شايف إن هي مناسبة، أي تعديل بيعمله في السيناريو وبيغير في الغنوة أنا كنت معاه. تعبت شوية بس كنت حابة التجربة وكنت حابة أشتغل معاه، وجودي معاه كان مفيد جدا لي الحقيقة يعني. طبعا أكيد، ودي بالذات أول تجربة. كانت أول تجربة. أنت برضو عندك في مشوارك تجارب مهمة، يعني خيري بشارة، يوسف شاهين، ونشيد الأمل، برضو دي تجربة كبيرة. طبعا، مخرجين كتير بصراحة، موسيقيين كبار يعني. أنا حظي كان حلو قوي، تعاملت مع أكبر الأساتذة في مجال الإخراج وكتابة السيناريو والموسيقى. يعني أنا عايزة كده ببساطة أعرف منك إيه اللي كان بيشدهم للكلمة بتاعت كوثر مصطفى، خصوصا إنه برضو الفترة دي كان فيها ناس كتير بتكتب حاجات كتير. كلمتي كانت مختلفة شوية. في إيه بقى؟ إيه اللي كان بيتقلك؟ يعني خيري بشارة أصله واقعي ويحب يبقى في وسط الناس ويعبر عن الناس، هل هو شاف فيكي أيضا الواقعية اللي أنت جاية منها؟ هو حس بده وشافه، وشاف كمان إن أنا حد حابة قوي اللي أنا بعمله وعندي استعداد أتعب فيه على الآخر. أي شاعر ممكن تطلبي منه حاجة عملها، طيب هي عجبتك، طب مش عجبك، طب معلش بقى أنا لأ، أجرب معاه مرة واثنين وثلاثة لحد ما أقدم له كل اللي هو بيفكر فيه. كأن أنا جوه دماغه. وهو فعلا بدأ معايا الفيلم، بدأ من أغنية أساسا أنا مألفاها من قبل ما أقابله، اللي خلاه يختارني إنه لقى في كتابي حاجات أنا كاتباها قبل ما أقابله. فأنت بتتعبي في شغلك ومن غير أي ملل أو ما يعني أنت مبسوطة بتعملي كده، فطبعا الناس كانت بتحب ده، كانت بترتاح معاه. طيب قولي لي بعد كده، يعني المخرج الكبير خيري بشارة عرفك على الفنان الكبير محمد منير. وانت تعرفتي، انا شايفه انه لقائك مع محمد منير
كان في فترة يعني فترة نضوج وتوهج شديد جدا لمحمد منير، وبيعمل فيها بينقل نقلة كمان تانية يعني وبالذات مع سويا سو وبقية الأغاني اللي قدمتوها مع بعض. من قبلها حط الدبلة حط الساعة، حط الدبلة حط الساعة ليه الصبايا ومنير ليه تجربة، ليه مشروعه وليه شكله، ليه أغنيته، ليه جمهوره الكبير. رحتي إزاي بقى لتجربة محمد منير دي؟ انا رحت مع خيري بشاره. ايوه، لان منير كان بطل الفيلم اللي انا بكتب اغانيه، وتعرفت ساعتها عليه. وبعد كده لما الفيلم وقف وما كملش، انا اديت لمنير اغاني وسافرت، رجعت لقيت منير منفذ اغنيه من الاغاني دي ومحتاج لي علشان اعمل له التنازل. عملت له التنازل وطلب مني اعمل له الغنوه الثانيه اللي هي العالي العالي يابا. عملتها. وبعد كده لما الاغاني نجحت، أغاني الألبوم الأول لما نجحت جدا واستوقفت الناس، طلبني بقى في الألبوم الثاني واستمرينا مع بعض. كان بيخلينا دايما نكمل إن إحنا بننجح سوا. يعني إيه اللي خلاكي تدي فكرة بالذات سويا سو لمنير؟ لأن سويا سو فيها يعني الناس يمكن ما تعرفش قصتها، يعني دي يعني ده فولكلور المصريين وقت الإنجليز، والناس أخدتها على إنها أغنية لطيفة وحكايات وروايات. لكن يعني هل هو طلب منك، ولا أنت حسيتي أنه مشروع منير يمشي مع الأغنية دي؟ لا، هو الحقيقة منير اللي كان اللي اداني اللحن ده، منير اللي كان بيدور دايما على الحاجة اللي تناسب مشروعه. يعني اداكي اللحن فأنت حطيتي عليه كلام واقتنع بيه؟ اقتنع بيه، لأن أنا كنت بتقولي في حوار من الحوارات أنه منير متعب في التعامل معاه. هو منير متعب عشان منير حد كبير قوي وحد مهم جدا، واللي غنى معاهم قبلي اساتذه كبار قوي. فعشان انا اكون على قد المستوى ده واعمل غنوه تنجح مع محمد منير، ده موضوع طبعا مش سهل. كان بيتعبني، بس كنت بفرح لما بنجح. بتعبك ازاي بقى؟ مجهود ان مش بتكتب الغنوه مره واحده ابدا، بيغير. لا، يقولك هو لا ساعات يغير، بس قبل انا ما اوصلها له اصلا انا نفسي بغير وبشتغل عليها كتير لحد ما برضى عنها تماما. لو هو بعد كده شاف اي ملاحظه طبعا بنفذ اللي هو بيقول عليه، لان معظم ملاحظات محمد منير في الصميم يعني. استاذ، ايه الحاجات اللي كنت حاسه دي تعجبه قوي ودي ما تعجبوش خالص؟ يعني منير حريص كمان على انه يقدم فولكلور كتير، انت عامله حاجتين ثلاثه فولكلور معاه. في ثلاث حاجات فولكلور، دول ثلاث الحان او اربعه، اكتر اربع حاجات، دول اربع الحان كانوا عنده هو اداهم لي عشان اكتبهم. فانا دول الحان انت حطيتي الكلام اللي جاي من الفولكلور، ازاي اقنعتيه بيه؟ هو اقتنع لان الكلام حلو وعجبه. الكلام عجبه، يعني انا قاريه دماغه وانا عارفه هو بيفكر ازاي وعارفه مستواه كويس. ما اقدرش اقدم له حاجه هزيله ولا حاجه مش قويه، لازم دايما بختار اقوى ما عندي. كنت بتبقي قلقانه لما بينزل البوم بقى لمنير وعايز تعرفي اغانيكي هتعمل ايه بالظبط؟ طبعا كنت ببقى قلقانه. تحضري تصوير جداً. يعني سويا سو اللي شفناها على الشاشه، حضرتي تصويرها؟ لا، ما حضرتش التصوير. يعني ممكن احضر تسجيل بس التصوير لا. انا بسلم الغنوة لمنير، ومنير قائد كبير. طبعا منير قائد كبير اكيد، وانا طبعا مطمنه لاي نتيجه بتطلع معايا. طيب، يعني نقله برضو تانية ومهمه جدا، بكار. يعني اعتقد انه بكار ده يعني كل بيت مصري كان بيستناه مع اولاده. انا شخصيا ربيت بنتي على بكار، يعني كنت عايزاها دايما تحس انه عندنا الولد الاسمر والحاجات الحلوه. تعالي كده كلنا نرجع نشوف بكار ونرجع نكمل كلامنا مع الشاعره الكبيره كوثر مصطفى. بكار في حد ذاته وبرده الاختيار الكلمات والشخصيه وصوت منير، يعني الافكار جت ازاي كده مع هي الشخصيه اختارتها الدكتوره منى ابو النصر طبعا، وحتى اسم بكار هي اللي مختاراه. وهي كانت بتعمل فيلم قصير عن طفل جنوبي، وطلبت من منير يعمل غنوه في الفيلم، ومنير طلب مني او رشحني ان انا اكتبها، وقريت سيناريو الفيلم وكتبت الاغنيه. لما الفيلم نجح واخد جايزه، الدكتوره منى قررت انها تحول الفيلم لمسلسل. فخدوا الغنوه خلوها تتر نهايه وطلبوا تتر بدايه. فعملت تتر البدايه ونزل المسلسل بقى بالاغنيتين، تتر بدايه وتتر نهايه. يعني ده كان الاساس. ده كان الاساس، وانا يعني رسمت صوره الطفل الجنوبي اللي كلنا نحب ان احنا نشوف الطفل المصري كده كده، كانه هو النموذج. ايوه،
والحمد لله هو مازال نموذج لحد النهارده يعني الشخصيه. كلنا الحقيقه نفسنا يفضل بكار كده المصري ده يبقى موجود طول الوقت يعني. الحمد لله نجحت فيها الحمد لله. صوت منير طبعا. صوت منير كمان كان. وموسيقى الاستاذ عمرو ابو زكريا طبعا يعني كمان جميل. عندك تجارب بقى كتيره جدا كمان مختلفه يعني. اولا الاول كلميني عن تجربتك مع المخرج الكبير يوسف شاهين. كانت اغنيه لسه الاغاني ممكنه ودي اللي رشحني ليها طبعا فيلم المصير. الكينج محمد منير هو اللي رشحني لشاهين وهو اللي اخذني ليه. وشاهين شاف ورقي وعرف انا بكتب ازاي ووافق على ان اكتب. وبدات عملت كذا تجربه وكذا تصور يعني لحد ما وصلنا للنسخه الاخيره اللي هي لسه الاغاني ممكنه والحمد لله وافق عليها وعجبت كمال الطويل جدا. بقت حكمه حياتنا يعني اي حد عنده مشاكل يقول لك لسه الاغاني ممكنه. عندك اختلاف في اراء لسه الاغاني ممكنه الحمد يعني لله. هي بقت يعني مثل كبير يعني. الحمد لله الحمد لله توفيق من ربنا فضل ونعمه الحمد لله. وجودك كمان انه يعني كلماتك كانت بتروح لتترات مسلسلات كمان مهمه يعني ليها معنى. بتتعاملي ازاي مع السيناريو ولا مع المخرج ولا الابطال ولا بتبقي مجرد بتكتبي تتر بس الحدوته كذا؟ لا هو عشان تكتبي اي تتر لاي عمل درامي سواء كان فيلم او مسلسل انت لازم تقري العمل ولازم تاخدي فكره كويسه قوي عنه ولازم تبقي عارفه الفكره الرئيسيه اللي هو بيدور حواليها ايه، ايه الرساله اللي عايز يقدمها. والغنوه بتبقى هي رساله العمل سواء كان فيلم او كان مسلسل. ايه اكتر التترات اللي انت كنتي سعيده بيها؟ يعني حسيتي ان هي مبسوطه بنجاحها يعني؟ اكيد انت مبسوطه بكل اللي عملتيه بس دايما يبقى في حاجات الواحد مبسوط منها اكتر. من اكتر التترات اللي فرحتني بجد وما زالت مفرحاني لحد النهارده بكار طبعا. طبعا اغاني بكار. في اماكن في القلب مع الاستاذ نادر جلال. طبعا طبعا. في مع خيري بشاره قلب حبيبه. ايوه. في برضو تترات حاره العوانس. في مع الدكتور عصام الشماع باب حارتنا اتفتح نافذة على العالم. لا في تترات كتير وبرضه غناهولي محمد منير باب حارتنا اتفتح. كان تتر جميل جدا موسيقى مودي الامام. طب انا مستغربه حاجه الحقيقه يعني انت وجودك مع كل الاسماء الكبيره لكن في الغنى يعني تجربتك الاكبر مع الفنان محمد منير او كينج ما راحتش مع مطربين تانيين. لا انا رحت مع مطربين تانيين بس في حدود ضيقه وكان برضه عمل دراميه. لكن يعني مش غنى مش في الشعر الغنائي زي. لا مش في الشعر. ايه السبب يعني؟ انا شاطره في كتابه الاغنيه الدراميه يعني دي امكانيه عندي أكتر. انا بكتب اغنيه دراميه حلوه منبثقه من مشهد ببقى قادره افهم العمل وفاهمه اللي عايزه افهم المخرج عايز يقول ايه والمؤلف عايز يقول ايه وبقدر اجسد الفكره اللي هم عايزين يقولوها. كنت مبسوطه لما شفتي مشهد جنازه الشهيد محمد مبروك في الاختيار وكان بصوت محمد منير ومن كلماتك؟ طبعا انا كنت مبسوطه بس كنت زعلانه برضو لان الموقف كان مأساوي قوي وحقيقي. طبعا اغنيه سيف الشهيد من الاغاني برضو الاخيره اللي انا بحبها جدا مع الفنان محمد منير. انا سمعت لك تعليق واستغربته قوي. اللي هو سمعت لك تعليق بتقولي فيه انا المهم عندي اكتب سواء دلوقتي يتنشر او بعد ما اموت ربنا يديك الصحه وطولة العمر. ايه ايه اللي وداكي لكده يعني؟ اللي هي فكره انه تبقى الكتابه موجوده تبقى الكلمه موجوده وهي الابقى والاطول عمرا مننا احنا طبعا كأشخاص. هي دايما كده. وبعدين احنا في الفتره الاخيره شويه بدا السوق يختلف وطريقه الانتاج تختلف والاعمال الدراميه اللي كانت يعني مكان ومنفذ لكتاب كتير مش انا بس بدأت تقل قوي أو بدأ يدخل يشتغل عليها جيل جديد وناس مختلفة تماما مخرج مختلف وكاتب مختلف. هل أنت حاسة أنك مظلومة شوية أنه عدم يعني مفيش تسويق أن الجيل الجديد مش كلهم عارفينك أو ما حدش قدمك زي المجهود اللي اتبذل مثلا زي مخرج كبير زي خيري بشارة عارفك قدمك لمنير منير قدمك ليوسف شاهين يعني السلسلة اللي حصلت كلها معاكي؟ الحالة كلها اختلفت ومش أنا بس اللي حاسة بالظلم أو حاسة لا ده يمكن جيلنا كله أو معظمه. موسيقيين كتير في نفس الحالة اللي أنا فيها وشعراء كتير في نفس الحالة اللي أنا فيها. الشغل عموما قل قوي وبقى الجيل الجديد هو عايز يشتغل مع بعض وما هو برضه عارفة توافق أفكار. بس الكلمة عمرها ما بيبقى لها سن. ما هي يعني الكلمة ملهاش سن بس هو كل حد بيحب يشتغل مع حد قريب منه.
طب انا سمعت انه في تعاون جديد بينك وبين الفنان محمد منير قريبا. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله يا رب باذن الله. ان شاء الله في حاجه قريبه ان شاء الله، ربنا يديله الصحه يا رب ويخليه لنا. ان شاء الله في حاجه قريب يا رب. انا عايزه اعرف الكتاب اللي معاكي ده، عايزه تقولي لي حاجه منه؟ لا، الكتاب اللي معايا ده بيضم مجموعة الأغاني اللي أنا كتبتها وتم تنفيذها. اللي تم تنفيذها بس. اللي تم تنفيذها بس. ده ديوان لسه الأغاني ممكنة. أنت سميتيه باسم أحد الأغاني بتاعتك. هو إصدارات الهيئة العامة للكتاب السنة اللي فاتت، وفي معظم الأغاني، وأنا هو دايما بيكون معايا في اللقاءات، لأن ساعات ببقى أنت عارفة في أغاني عمرها عدى 25 سنة. فأنا ببقى مش فاكراها قوي عشان لو احتجت أبص فيه يعني. طب انا عايزه اقول يعني كوثر مصطفى بنت مصر، بنت الدرب الاحمر، يعني اللي هي بنت الاحي الشعبي الاصيل، الشهامه، الاخلاق، المحبه، التكاتف، كل الحاجات الحلوه دي. لو بتكتبي حاجه دلوقتي عايزه تكتبي عن ايه وعن مين وتقولي ايه؟ هل انت كاتبه حاجه بس لم تنشر؟ لم تنشر. كذا حاجة للناس البسطة، ممكن أقول لهم ما تشدوا قوس الربابة وتعالى نسهر نغني، رب الحمول التقيلة يحملها عنك وعني، مولاها مولاها يتولاها على كل شكل ولون، مولاها مولاها يتولاها رب العباد والكون، تبات في دي أو همك بالدمع مال عنيك، وتصحى تلقى ربك مسويها من حواليك، ما تشد قوس الربابة وتعالى نسهر نغني، والحكمة متسطرة جربها ناس غيرك، قد ما تجري لحلمك حلمك كمان يجريلك، قد ما تتعب تلقى رب الوجود يديلك، ده كل خطوة قدم بتقربك من شيء، وكل نقطة عرق بتفك ضيق في طريق، ما تشد قوس الربابة وتعالى نسهر نغني، رب الحمول التقيلة يحملها عنك وعني. جميلة. ما تشد قوس الربابة مولاها يتولاها كمان. الأغنية دي ما حدش خدها؟ لا لسه. دي أغنية جميلة ولايقة علينا ولايقة على حياتنا ولايقة على وضعنا والظروف اللي احنا. طب خلينا ناخد من العزيزة كوثر مصطفى ما تشد قوس الربابة مولاها يتولاها. حقيقي لو كنا في ضيق أو شدة مولاها يتولاها. معقولة شاعرة كبيرة زي كوثر مصطفى بالكلام الحلو والجميل الراقي ده تبقى القصيدة ملهاش صاحب؟ مولاها يتولاها. هكمل معاكم بعد الفاصل. أغنية من فيلم توت عنخ آمون. بجد أنا ببقى سعيدة لما يبقى عندنا فرصة حضراتكم تتابعوا حوار مع شاعرة جميلة بسيطة بس عميقة في كتابتها، وبزعل قوي لما تبقى حاسة إن كلامها ما بقاش واصل. أكيد إحنا لينا دور طول الوقت، لينا دور إن إحنا نوصل، وذات الناس اللي بتقدم كلام حلو، لأنه إحنا محتاجين الكلام الحلو ده. فأنا برجع ليكي تاني، والأغنية دي من الأغنيات الحلوة اللي كان منير قدمها. خليني أرجع برضو لسه الكلمات بتاعت مولاها يتولاها دي مأثرة عليا، والأغنية دي تحديدا شد قوس الربابة مولاها يتولاها، دي أغنية تبقى بديعة عن مصر إن شاء الله ربنا. جميلة. يا رب. يعني نفسي بس حد من السادة الملحنين والسادة المطربين ينتبه للكلام الحلو الراقي ده اللي احنا محتاجينه، ويخلينا كده يعني احنا في برضو لما بيكون كده مصريين بالغنى بيشد الهمم. طبعا. صح؟ طبعا. شد الهمة كده احيانا. طبعا طبعا. طيب ليه عايزة دور خطير. ليه دور كبير طبعا. الحقيقة عايزة ارجع تاني، عملتي شغل حلوة قوي مع طبعا الصوت الجميل مطربة ريهام عبد الحكيم. عملنا اغاني فيلم انت عمري، هي الحياة كده ليه ومركب ورق. أيوة. وعملنا أخيرا تتر فينال فيلم ليلة العيد بطولة. أيوة. يسرى، وإخراج الأستاذ سامي عبد العزيز وتأليف الأستاذ أحمد عبد الله، وهو هي لحن الأستاذ أكرم مراد وتوزيع باسم منير.
دي ان شاء الله الغنوه دي هنشوفها مع فيلم ليله العيد لما ينزل باذن الله قريب قوي. طيب عايزه تقولي لنا ايه؟ مركب ورق؟ ممكن مركب ورق من فيلم انت عمري نسمعها منك. مركب ورق في البحر والبحر قلبه كبير، مركب ورق قلبي بتعاند المقادير، موج يشيلها لفوق وموج يطوعها، شطوط بتحضنها وشطوط بتجرحها، والبحر بجلاله كتير ما بيسعهاش، مركب ورق قلبي وأوان فرحها مجاش. مركب ورق قلبها داب العهد كسر، ولسه بتاخد من الشطوط وتوصل، ولسه القلب متشعلق في حلم جميل. الله، وصوت كمان ريهام عبد الحكيم بينقل كل الحاجات دي بشكل كبير. ما حصلش ما بينك وما بين حد انك تكتبي مثلا مسرحيه غنائيه؟ لان كتاباتك تمشي جدا على كتابات المسرح. فاكره مثلا ملك والملك اللي قدمها محمد منير وهذه النوعيه، ده ما حصلش؟ لا، حصل كتير. انا اول تجارب ليا وقبل ما اكتب مع محمد منير اصلا كانت ليا 3 تجارب في المسرح، منهم مخدة الكحل لو تفتكريها. طبعا طبعا، وده عرض نجح جدا الحمد جداً لله جدا. وانا مش كنت كاتبه الاغاني بس، انا كنت كاتبه حوار العرض. وقبله كان في عرض ترنيمه وعرض الدربوكه، وبعد كده عملت ناس النهر واولاد الغضب والحب بس انا واحنا وظروفنا. انت ممكن تعملي حاجه اكبر كمان أنا غنائيه؟ انا بعمل أكتر دلوقتي فعلا عرض كامل، يعني بتجربه شويه مختلفه. يعني كلمينا عنها. يعني انا بكتب كل المشاكل اللي ممكن تتعرض لها المراه المبدعه. المراه المبدعه في مجتمعاتنا عموما هي تركيبه خاصه. هي تركيبه خاصه، ما تحسهاش زي الناس العاديه، بتبقى شويه محتاجه لمعامله خاصه، شويه هي مش مفهومه بالنسبه لناس كتير. ايوه. تصرفات ليها، احتياجات ليها. احتياجها ان هي محتاجه تقعد تتفرغ لكتابتها، تبقى مع نفسها لوحدها شويه خصوصيه يعني. أيوة. مشاكل كتير، كل المشاكل دي انا جمعتها في 7 لوحات بتمثل 7 مشاكل مهمه جدا من حياه المراه، مش بس كمبدعه او المراه عموما كمان. معموله بشكل احنا مع الاغاني ومع الحكي ومع التمثيل. ده مسرح؟ هيبقى مسرح؟ ومع الرقص، ففي كل العناصر الفنيه متدفره مع بعضها. يعني اذا هو عمل هيقدم للمراه بشكل عام، يعني عن المراه. هو بيعالج او بيناقش مشاكل وقضايا المراه. ايوه. بنسبه كبيره المبدعه المختلفه. المراه المميزه يعني. لانه المراه المبدعه اللي هو يعني حد بس يديها فرصه علشان تكمل ابداعها. يعني معاناتها يعني ضعف معاناة المرأة العادية. يعني هي خاصة شوية، بتبقى محتاجة لظروف خاصة والمجتمع ما يسمحش بده في معظم الأحيان يعني. فبتضطر تدفع ثمن أو تعمل تضحيات كبيرة يعني عشان تواصل إذا كانت كاتبة أو ممثلة. هل هنا بتقصدي المجتمع حتى عائلتها وأهلها وناسها ومسؤوليات المرأة بشكل عام؟ أيوة. مسؤولياتها، المسؤوليات المرأة عموما هي كتير عليها وعبء عليها ومستاهلة. وانت عارفة طبعا المرأة الشرقية والعربية أو المصرية بالذات هي بتعاني قد إيه أو إيش قد إيش الحمول. طبعا انا كمان ما بحبش فكره انه على طول احيانا يتم تصدير وكان المراه ضعيفه. لا، هي مش ضعيفه، بالعكس قويه جدا، بدليل انها مع كل الضغوط تقنع كل اللي قدامها بانه لا هكمل، لا هعافر، مع كل الضغوط دي انا البطلات عندي في الاخر بينتصروا. طبعا بينتصروا. بينتصروا. شبهك شويه؟ يعني جايز. الكتابه شبهك شويه؟ طبعا. طبعا. ونفس الفيلم اللي انا عملت التتر الفينال بتاعه بتاع الاستاذ احمد عبد الله بيناقش برضو قضايا المراه ومشاكلها، بس هو واخدها من زاويه تانية بقى خالص، غير يعني مختلف. فاذا هننتظر عمل ابداع في عمل مسرحي ان شاء الله باسم المراه. إن شاء الله. إن شاء الله. عشان يشبه لك، فانا هوريكي كمان اغنيه منير يشبه لك، ولسه بترن في وداني قوس الربابة اتولاها. يا ريتني كنت جيت لك من زمان، كان زمان الأغنية اتغنت. إن شاء الله تعملها. أغاني منير، أغاني منير دايما يعني الحقيقة ما بنسمعه بشكل عام، هو منير حالة يعني، أو الكينج محمد منير حالة. فلما بنسمعه ما بنبقاش عارفين هو بيغني للحبيبة
ولا بيغني لمصر، يعني دايما يختلط عليكي لانه منير صوته ينفع وكأن أغانيه الرومانسية وكأنها عشقا في مصر طبعا. وأحيانا ممكن تكون اللي هي أغاني رومانسية الحبيب للحبيبة. عندك هنا في الأغنية في علشان يضمك هنا برضو كان حصل جدل وقتها على الأغنية دي. هنا هو بيغني للحبيبة وبرضو في ريحة الوطن في ريحة الوطن يعني. دايما موجودة عند منير. بس هو اكتر كان بيغنيها لحبيبته في الفيلم، كان بيغنيها لحبيبته. كان نفسي انور لك قمري، كان نفسي انور لك قمري واعمل لك بايديا الشاي واحكي لك في الليل حكاياتي واستنى وياك الجاي. كان نفسي اضمك وبقوه، كان نفسي اضمك وبقوه، اضمك انت مش هو مش قادره. طب انا عايزه رايك بصراحه، يعني الكتابات اللي كلها رقي ورومانسيه، حاسه انه الزمن اكلها؟ احنا السوشيال ميديا وزحمه واصوات وحاجات خارج المألوف وبره المألوف وخارج الصندوق وبره الصندوق، وفي دوشه كتير حوالينا. حاسه انه الكلمه الراقيه العاميه او الكلمه اللي موجوده في الشعر الغنائي او الكلمه المعبره او بساطه اللغه المغنيه تاهت في الزحمه؟ هو في زحمة جديدة وفي تغير في معطيات كتير قوي، يعني كل الآليات اللي كنا بننتج بيها أغنية زمان اختلفت. كان زمان في فريق عمل كبير، مؤلف أغنية وملحن وموزع ومنتج بس لغاية دلوقتي في ده احنا بالعكس احنا عندنا الحتة التقنية عليت جدا. لا توزيع والالحان دي عليت جدا. انا هقول لك اللي حصل. لا هو حصل اختلاف كبير. دلوقتي بقى التكنولوجيا سهلت على اي حد ان هو يقعد يلحن ويوزع، ومش بعيد يالف كمان ويغني ويصور الاغنيه بالتليفون في بيته. ايوه صح، ويحط اي كلام وخلاص. ويحط اي كلام وخلاص. فالدنيا من كتر ما بقت سهله واعتمدت على التصنيع اكتر والتكنولوجيا اكتر، بقت في حاله سخف، يعني في حاله كده او عشوائيه. ما انتش عارفه مين بيغني ايه امتى ولا ليه. هل انت تبقي مع فكره احياء التراث سيد الرئيس في احتفالات سوهاج وهو بيكلم المطرب الفاشني وائل الفاشني وقال انه الاغاني دي لازم تعاد، والاغاني دي ده مشروع كبير، والاغاني المهمه واغاني التراث واغاني الفولكلور، مشروع زي ده انت لو هتبقي موجوده فيه تعملي ايه؟ هعمل فيه، هطور الفولكلور وهقويه وهحافظ عليه وهبني فوقيه. اصل هو التعامل مع الفولكلور والادب الشعبي اما نستخدمه هنقوله النهارده نقوله بنفس روحه بنفس معطياته، بس اطوره. ايوه زي ما عملتي سويا السوخ ومدد وهي فكره عن اللي حصل لمصر والانجليز والعالي العالي يابا. لما نيجي نشتغل لازم نضيف له لمستنا كجيل كمبدعين، لمسه الجيل اللي موجوده. انما ما نجيبوش كما هو، كما هو ده شغل مركز التراث يجمعه. أيوة. كما هو طبعا، لكن انما انا طبعا لازم يكون في بصمه الزمن، يعني لازم أكيد. اطوره. الوقت معاكي جميل، ربنا يخليك، وانا حاجة. لسه هشد القوس ويتولاها مولاها ربنا يخليك. لكن هتختمي كده بمقطع صغير علشان نودعك بيه في التاسعه، تقولي ايه؟ صغير قوي. طيب اختم بمقطع صغير. فص زمر فص ياقوت، جرح يعلم جرح يفوت، سر الدنيا سحر الدنيا، ناس في شوارع ناس في بيوت، طعم الدنيا طعم السكر، طعم المر وطعم الآه، طعم الدنيا ضحكة تكركر، حلم جميل وبنجري وراه، حلم بيندح حلم جديد واحنا بنجري ورا الأيام، فص زمر فص ياقوت. الله، أنا بشكرك، بشكرك جدا حبيبتي. وأتمنى لك التوفيق، وإن شاء الله نسمع لك دايما حاجات حلوة وتفضل الكلمة الراقية باقية. بشكرك جدا، ربنا يخليك، ميرسي جدا، بشكرك قوي، ميرسي ليك. مشاهدينا كده انتهى وقتنا في التاسعة، لكن لو الختام النهاردة بإنه الكلمة الراقية تفضل باقية، لا هتفضل باقية، لأنه مصر دي كنز من الكنوز، مش ممكن حتى لا شعرها ولا فنها ولا قوتها غير إن هي تفضل باقية مهما كان الزمن، صعود وهبوط، مصر باقية بقوتها وبفنها وبكنوزها. وقتنا انتهى، ألقاكم أنا الأسبوع الجاي يوم الخميس بإذن الله. غدا يتجدد اللقاء مع التاسعة، تصبحوا على ألف خير.